اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل فيسبوك لا يستجيب. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم ان شاء الله.